أهلا بكم مشاهدينا. وبعد أن تحدثت تقارير طبية عالمية عن إمكانية تأثير فيروس كوفيد 19 على الجهاز العصبي على المدى الطويل، نتعرف اليوم مع ضيفتنا على الجهاز العصبي. ما هي وظيفته؟ وكيف يعمل؟ وكيف نعززه صحيا؟ الأجوبة مع الاختصاصية في أمراض الأعصاب والدماغ دكتور هانيا جركس التي تنضم إلينا عبر سكايب من بيروت. صباح النور دكتور. صباح النور. يسعد صباح الدكتور. بداية عرفينا على الجهاز العصبي وما هي وظيفته بالضبط. مثل ما بنعرف انه الجسد مؤلف عادة من أجهزة مثل جهاز التنفس، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، وكل جهاز هو بيتكون من أعضاء بالجسم والأعضاء أكيد من خلايا. الجهاز العصبي هو من أكثر الأجهزة تعقيدا لأنه مكون من كتير أجزاء هلأ بنحكي عنها بعد شوي، وبنفس الوقت لأنه الوظائف تعيته أكثر بكتير بما ممكن نتوقع، ولأنه بيتحكم بوظائف أجهزة تانية مثل جهاز القلب والتنفس إلى آخره. الجهاز العصبي بيتكون أساسيا من الدماغ، النخاع الشوكي الموجود بقلب فقرات الظهر، والأعصاب اللي بتوصل على تقريبا كل أجزاء الجسم. الجهاز العصبي له وظائف كثيره، يمكن ما بعرف قديش بنقدر نختصر فيها، بس هو فعليا نحن بنقول الجهاز العصبي هو نحن لانه بيمثلنا وبيتحكم فينا كلنا. يعني فينا ناخذ مثلا من الدماغ، اجزاء الدماغ بتتقسم، يعني المخ والمخيخ وجذع الدماغ. المخ عادة اللي هو بينقسم عنا لأجزاء، الجبهة، الجداري، الصدغي، الخزالي إلى آخره. كل جزء من الدماغ له وظائف كثيرة. مثلا الجزء الأمامي من الدماغ هو اللي بيتحكم بشخصيتنا، هو اللي بيتحكم بردات فعلنا، هو اللي بيتحكم حتى بقدراتنا، التركيز، أخذ القرارات إلى آخره. عنا الجزء العالي أو الجداري هو اللي بيتحكم بالإحساس، يعني كيف نحن نلمس الأشياء، نحسها، السخن، البارد، الألم. وكمان بيتحكم بالحركة، يعني نحن نحرك أجزاء جسمنا، إيدينا، إجرينا، جسدنا كله. كمان عنا أجزاء كتير مهمة بالدماغ اللي هي بتتحكم أكيد بالنظر، بالسمع، وحتى بالذاكرة والنطق. وعندنا أكيد كمان الأجزاء الداخلية من الدماغ اللي هي ممكن تأثر بعواطفنا، اللي هي ممكن تعطينا كمان إفرازات، تأثر على الإفرازات الهرمونية. كما أنه في أجزاء بالدماغ بتتحكم بحرارة جسمنا، هي اللي بتعطي الأوردر لتضل حرارة جسمنا ثابتة. كمان في أجزاء من الدماغ بتتحكم بطرقات القلب، بالأوردر لنحن ناخد نفس لنتنفس، الوجدان والإدران، وبالتالي قدرتنا على الحكي، قدرتنا على البلع، قدرتنا على النطق. كل هيدول بيظهروا من الدماغ. مشان هيك نحن دايما بنقول انه الجهاز العصبي هو نحن فعليا، لانه حتى الاجهزه الثانيه له كثير يعني سيطر عليها وممكن يتحكم فيها بشكل او باخر. طيب دكتور، هذا المتحكم فينا إذا أصيب بأي نوع من الخلل، ونحن اليوم نتحدث عن يعني تقارير تقول أن كوفيد 19 يصيب الجهاز العصبي بخلل ربما يكون دائم، إذا أصيب هذا المتحكم بضرر كيف له أن يؤثر علينا؟ صحيح، هو الضرر مش بالضرورة أنه يؤثر على كافة الجهاز العصبي. نحن الجهاز العصبي بينفصل لجهاز عصبي رئيسي اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي المحيطي اللي هي الأعصاب اللي بتظهر القحطية، اللي هي 12 زوج من العصب بيظهروا من جذع الدماغ ومن الدماغ، و31 زوج اللي بيظهروا من النخاع الشوكي. الأمراض حسب أي جزء بتصيب وشو نوع الإصابة. يعني في عنا بعض التأثيرات ممكن تأثر على الجهاز العصبي المحيطي، وبالتالي تأثر عنا على الحركة وعلى الإحساس من الأطراف صعودا. وفي عنا كمان الأمراض اللي هي ممكن تأثر على الجهاز العصبي الرئيسي، الدماغ والنخاع الشوكي، وهيدي حسب المحل اللي بتضره. يعني إذا أجت عنا بالجهة الأمامية بتأثر على الشخصية، على القدرات الذهنية. إذا أجت بالمحل المسؤول عن الحركة بتعطي نوع من الشلل. إذا أجت بمنطقة النظر بتأثر على النظر. وبالتالي التأثير على الوظائف هي حسب المنطقة وشو هي وظيفتها. لما بيصير في خلل بهيدي المنطقة بدها تروح الوظيفة اللي هي مسؤولة عنها. علما أنه في نقطة مهمة كتير،
انه معظم خلايا جسمنا لما نحن بتتضرر عندها قدرة انه هي ترجع تتوالد. يعني جلدنا نحن بنجرحه بيطلع جلد محله، الكبد بنشيل شقفة منه بنزرعها لحدا تاني بيرجع بيتكاثر بيصير كبد كبير. بس خلايا الدماغ الأساسية النيرونز أو الخلايا العصبية ما عندها قدرة تكاثر، يعني الخلايا اللي نحن منولد فيها هي اللي بتضل معنا لحد ما نموت. مشان هيك كثير اللي بتعطب أو بيحصل فيها مشكلة هي خسرناها للأبد ولا يمكن تعويضها. طيب دكتور هنا صحيح. في بنسمع كثير عن أدوية الأعصاب، يعني بالذات مؤخرا أزمات اقتصادية، حروب، ضغوط نفسية، في ناس بتتكلم دائما عن لجوءها لأدوية الأعصاب. هذه الأدوية كيف تعمل؟ يعني هل هي ضرورية فعلا؟ ومتى يمكن تفاديها؟ وهل هي شيء يمكن أن نذهب ونحضر أدوية أعصاب لأنه إحنا أعصابنا تعبانة؟ صحيح، هو يمكن سبق وحكينا عن هالموضوع بس لكتر أهميته بهالفترة بصراحة ولكتر ما عم ننسأل عنه بالعيادات عنا، كتير مهم نركز على فكرة شو يعني دواء أعصاب، لأنه عنا شوية حساسية بالمجتمع على هيدي الكلمة. كلمة دواء أعصاب بينقسم عنا لثلاث أقسام، عنا الأدوية الأعصاب الاختصاصية بكل مرض معين، أدوية كهرباء الدماغ، أدوية الجلطات، أدوية داء الباركنسون، أدوية الألزهايمر اللي هي، وعندنا أدوية الأعصاب اللي هي تعد علاج للأمراض النفسية مثل الاكتئاب والتوتر والأرق والقلق إلى آخره، وعندنا أدوية الأعصاب اللي هي مهدئات ومنومات اللي هي ممكن تعمل تعود وإدمان. بالحالة اللي نحن بصراحة عايشين فيها كتير منا أكيد عم يتعرضوا لمشاعر اكتئاب وتوتر وقلق وأرق، وبالتالي إذا هيدي المشاعر كانت عرضية لفترة مؤقتة أكيد نحن بنعتبرها ردة فعل طبيعية للظروف وما منروح لعلاجها. بينما إذا هيدي المشاعر أثرت سلبا على حياتنا، على شغلنا، على علاقاتنا الاجتماعية، على تكملة حياتنا بشكل طبيعي أكيد لازم علاجها، ولكن علاجها بتم عبر أدوية علاجية بتساعد بزيادة المواد الإيجابية بالدماغ، تتاخد على فترة كذا شهر، ما بتعمل تعود وإدمان، ولكن أكيد وصفة بده يكون عبر أخصائي دماغ وأعصاب، عبر أخصائي نفسي، عبر طبيب عائلي. يعني لازم يكون طبيب اللي يحدد التشخيص المضبوط واختيار العلاج، لأنه اختيار العلاج مختلف بين شخص والتاني حسب أدويته حسب تشخيصه إلى آخره. وبالتالي مش غلط أنه نحن نلجأ للمساعدة وقت اللي لازم، ولكن أكيد لازم تكون مساعدة من أخصائي لنعرف شو لازم ناخد، مش انه نحن نروح نطلب اي دواء ممكن يضرنا او يعملنا عوارض جانبية. نعم. طيب دكتور الان تحدثتي عن ان الخلايا العصبية التي نفقدها لا يمكن اعادة تعويضها، وهذا خبر مقلق ومخيف. وهنا السؤال الطبيعي انه طب اللي عندنا كيف ممكن نحافظ عليها، كيف ممكن يعني نحافظ على سلامتها، والان هناك مهددات امراض وغيرها من الاشياء التي ذكرتيها قبل قليل، كيف نحافظ على جهاز عصبي قوي وسليم وربما ندعمه ونقويه إذا أمكن؟ نعم، مثل ما حكينا أنه صحيح الخلايا العصبية مش بسهولة يعني تقدر تعوض، لأنه الخلايا الأساسية ما بتتكاثر، ولكن كمان الجهاز العصبي حتى ما نكون متشائمين، كل ما كنا أصغر بالعمر وكل ما كانت صحتنا العامة أفضل، كل ما الخلايا الجيران تعولة إذا بدنا نقول بيكون عندهم القدرة أنهم ياخدوا محلها، ياخدوا وظيفتها بالتعود. وكما أنه إذا صار في عنا الضرر مش بالجهاز العصبي الرئيسي يعني بالجهاز المحيطي بالأعصاب، ممكن أكيد العصب يرجع أنه هو يساعد نفسه إذا كانت الخلية الأساسية منا متضررة فز على جهازنا العصبي. أهم شيء نحن دايما بنقوله لأنه الجسم كامل متكامل منه في جهاز لحال، انه نحن يكون عندنا الصحة السليمة. بأي معنى الصحة سليمة؟ يعني اكيد غذاء سليم، يعني اكيد نشاطات رياضية جسدية او نشاطات ذهنية اكيد. وكمان كثير مهم اذا عندنا مشاكل صحية عامة مثل الضغط ومثل داء السكري مثل الغدد، انه نكون عم نعالجها بالشكل السليم، لانه هيدي بشكل غير مباشر ممكن تأثر كمان على جهازنا العصبي، وخصوصا امراض الشرايين، تقلب الشرايين والدهنيات إلى آخره. كمان التدخين أكيد نحن دايما بنصر عليه، التدخين كمان كثير بيأثر بطريقة سلبية على كل أجهزة الجسد بس خصوصا على الجهاز العصبي. وكمان نقطة مهمة أنه أكيد خصوصا بالظروف يعني السيئة اللي عم نعيشها والغذاء المنه سليم،
في بعض الفيتامينات النقص فيها كمان بيأثر بشكل أو بآخر على الجهاز العصبي. اللي أنا بنصح فيه غير أكيد أنه نحاول قد ما نقدر بهذه الظروف أنه نمارس حياة صحية، بس كمان إذا حسينا بأي عوارض في الجهاز العصبي أنه نحن نتوجه لطبيب. العوارض بالجهاز العصبي هي دايما نحن بنلفت النظر لها، هي ممكن تغير بالنظر، تغير بالنطق، صعوبة بالنطق، دوخة، تنميل، تغير بالإحساس، ثقل بإيد، ثقل بإجر، هيدول كلهم عوارض بدلوا على مشكل بالجهاز العصبي. بما أنه الجهاز العصبي مثل ما قلنا أوقات المشاكل فيه ممكن تكون يعني ما إلى رجعة، كثير مهم إذا حسينا بأي من هيدي العوارض أنه نستشير طبيب لحتى نقدر نستدرك الموقف ونشخصه ونعالجه بأسرع وقت مشان نحافظ قد ما فينا على هالجهاز العصبي. الاختصاصية في أمراض الأعصاب والدماغ دكتورة هانيا جركس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بيروت.